اتكلمت معاه بصراحة، وساعتها بقى في مدرب جه بيراميدز مستر صبر، كان صبر عايزني كان نعم هو طالب ابراهيم حسن من الزمالك وعايزني انا اروح الزمالك والكلام ده. حصل ان الزمالك كلموك بقى، لا ما حدش ما كلمني، كلمكش لا هو كويس. اللي كان عايز كده، فانا قلت له لا وعايز انا اعمل صفقة تبادلية. فانا قلت له لا انا مش هعمل صفقة تبادلية، انا طريق النادي الاهلي. فقال لي لا انا عايزك تروح الزمالك عشان عايز كذا كذا. قلت له لا انا مش هلعب اللي انت عايزه، انا هلعب اللي انا عايزه. صحيح. فانا اخترت الاهلي ساعتها، راحوا مقيدين لعيبه افريقيا وراحوا معسكر وانا ما روحتش. كمان ما تقيدتش وفضلت اتمرن حوالي 3 4 بس ايام كنت كده. رحت الاهلي بقى خلاص، لا كنت لسه في بيراميدز، في بيراميدز هم لسه. ما يقيدونيش عشان انا ما وافقتش اروح الزمالك اوكي. عشان هو يعمل صفقه انت تبادليه. بيراميدز اللي ما يقيدكش، انا متاسف، انا بالظبط بحسب كده. الاهلي، اسف. فبيراميدز ما يقيدونيش وكده، وراحوا معسكر فما خدونيش. فقلت لهم ما فيش مشكله، انت صاحب القرار وبراحتك يعني. فقعدت في بس قفلت بينك وبين دي صبر بقى خلاص. بالظبط كده. نعم. فروحت قاعد في النادي اتمرنت حوالي 5 ايام تقريبا، بتتمرن بس بتمرن معيش حد. رحت لوحدك. هناك لقيت ابو جبل ومحمد اللي هم العمال بتوع الفرقه، كل احترام ليهم طبعا. كنت بتمرن معاهم حوالي 3 4 ايام بس. كويس. بعد كده كابتن حسام البدري بصراحه والكابتن احمد حسن ساعدوني كانوا ماسكين الإدارة في ساعتها. ساعتها في بيراميدز. نعم. ساعدوني وساعتها الحمد لله خلصت كل حاجه والدنيا مشيت حلوه، وحد اخر لحظه في يوم في التأييد رحت انا رايح الاهلي. آخر يوم في التأييد. انا رحت اخر كان اخرنا الساعه 12، انا رحت 11. بتهزر؟ انا كنت قعدت في جراج الاوبرا حوالي الساعه 8، قعدت من 8 ل 12 هناك مستني عشان يقول لك تعالى، عشان مستني امير توفيق. والله العظيم والله عشان امير توحد. قعدني في البرد بقى وتعبني، قلت له ماشي.